في ولا مقدمة لغزوة بدر الكبرى. طبعاً غزوة مثلاً فكي غزوة جميلة يعني مشهورة وفيها قرآن وتلا على تقوم الساعة وفي بيان لبعض الآيات وبعض اللطائف. سنشرحها في وقت المناسب إن شاء الله. ولكن قبل ذلك هناك أربع نقاط كتمهيد لغزوة بدر الكبرى. ثم سؤال في النقطة الأولى اعتداء كفار قريش على المسلمين ودين الإسلام بلغ الذروة. كل حاجة تسعني حدود تصدر الغضب المشركين على ديوتينس في سبب من الأسباب مقدمة لغزوة بدر. كذلك الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة وهي الحرب الأرض إليه عليه الصلاة والسلام كما تعرفون في الحديث الصحيح. ولولا أن أهلك أخرجوني لخرجت. في رواية قومك أخرجوني لخرجت. وهي حرب أرض إليه الهجرة النبوية وكانت طبعا حماية للعقيدة. إذا تنصروا فقد نصروا الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين ثم في الغار إذ يقول صاحبي إن تحسن الله معنا. هذا هو شرحنا في موضوع الهجرة. وكلكم يعلم أنه هاجر جميع الصحابة إذ قيمة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان صديق علي بن أبي طالب وعائلتهم وبعض الصحابة قلة يعني الباقي كمل هاجروا. أسألك ربي بإذن الله عز وجل باش يهاجر إلا ياس بكر الصديق ربي في مثل باش الهجرة مباشرة نرفع بكر الصديق بدون مقدمات ليس الصحبة يا رسول الله وسنا نجي ربك على طول لي الشرف أنا صاحب ناس الصحبة يا رسول الله للأسف تسمي اسم الصحبة فكان صاحب وقت ذكر القرآن إلا تنصروا فقد نصروا الله إذا خرجوا الذين كفروا ثانية اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلى آخره. فهي نقطة ثانية. النقطة الثالثة مبدأ الشورى. مبدأ الشورى شريعة بعد الهجرة النبوية أليس كذلك؟ كربيد وأمره شورى بينهم وشورى في الأمرين يقول الآيات. ولكن نلتمس واحد الأمر عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام بتدبير الله عز وجل يسير ولكن هذا لا يمنع من استشارة الصحابة الكرام. الحباب المنذر معروف صحابي جليل اسمي النبي عليه الصلاة والسلام بجام الجيش المسلمين المكان سنشرحه في لقاء قادم ان شاء الله. بعد زيد توالي إن يا رسول الله هذا يعجبني الكلام ولكن سيدنا كان ديريتك يسعى يسعى الحداقة بلك الوحي الإنسان الأصل أنه وحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قدر ربي عليه الصلاة والسلام ولكن حذقا إولا كان يري الهالة أشو سيدنا الناس يا رسول الله أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكينة إلا سمكان لكي أن تفجر جيش المسلمين أطرد ربي إخي النمذة فأرغض ربي إكفروا يا خاكا سوال موز إن قرص قبيل يعني سوال موز ذاي سوال موز ولذلك العلماء لا اجتهاد في مورد النص أي النص القطعي ثبوتا ودلالة لا اجتهاد في مورد النص ولكن كان مؤدبا إذ أهوى منزل أنزلكه الله أم نعم هو الرأي الرأي مالكين فلان يثلف الرئيس قرن أو يثلف خطر ممكن الذي يثلف الرئيس عرق التسامح وغرنا نسيون وكستر تولد الرأي ما تولد الأذين ليس كثير رأي خطر الرأي أديو الذين مذيب صغار الرأي وليش السوق يزوزون الرأي نقص جلس نقولهاش في جلسة الصربية مثل الممارسة مثل التراكم التربوي لذلك المتنبي متنبي شاعر الحكمة هكذا يقول القرن ينس الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المحل الثاني الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المحل الثاني الرأي يزوال الكرة يزوال الشجاعة
الرأي. إليس أهو أهو الرأي والحرب والمكيدة؟ إليس قال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني في كلا جزاء ضعيف كيس الرئيس إليس خير الجيشين ذي بدر ذي رسول ذي بدر ماشي نقول إذا كان يسال إنسان كان وايد إف كيس ذي زاربيمون سأل شرحها في نقال تالي ماشي كدوار يا سيدي هكا أكيد سوالي إليس قول ذي الرأي ولا يسعى لزافونتاج يوسف هذا وكلها تدخل في باب التخطيط المحكم أو في باب اتخاذ الأسباب، يعني الأسباب في مصابي يجب اتخاذ الأسباب. ثم آخر نقطة نختم بها لقاء اليوم تمهيد لغزوة بدر الكبرى، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه شو بلغة يخدم مع ذلك كان يدعو يرفي فتنسي ربي كان يدعو لا شكي كان يدعو هكذا يرثي فاسن سلمي المسيغ للرداء حتى سقط الرداء. مشروعية الدعاء استنبط من ذلك مشروعية الدعاء سواء في مثل هذه المواقف والمواقع أو في الشدائد في جميع المجالات، لأن كلنا في حاجة من الله لك حتى وادي حياة وجهة حواجز الحرب نحن في حاجة إلى الله لأن الله هو الغني ولكن نحن الفقراء نحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ومن أدعيته يا ربي إن تهزم هذه العصبة فلن تعبد فوق الأرض. شوف الإلحاد يعني الدعاء لذلك الثقة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة والله يحب الملح في الدعاء وين يستثور الرب سبحانه سكل يصفان سنحة حيث سنسيتي أليسينا إن تنزل هذه المصبع فلن تعبد فوق الله. يعني رب سبحانه يسمى تعبير رؤيا ولكن من باب الإلحاح في الدعاء في قلقي بعض المقدمات لغزوة بدر الكبرى. السلام عليكم.